مطربة الأوبرا مريم طاحون. أنا من الناس اللي بتشوف، عارف أنت كان في زمان كده الغنوة الشهيرة جدا بتاعت مصر جميلة والله جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. هي مصر جميلة، مصر كل حاجة فيها فعلا حلو. فلما تيجي تشوف إنه مطربة الأوبرا مريم طاحون بتفوز بالمركز الأول، أهي دي مريم، ودي المسابقة بريما لا موزيكا في العزف والغنى في النمسا، مسابقة شارك فيها أكتر من 250 مشترك من مختلف الأعمار. النمسا دي واحدة من أهم دول العالم في الموسيقى، يعني الموسيقى في النمسا كالماء والهواء، ده حقيقي. طيب معانا على التليفون، لا مش التليفون، سكايب، مريم طاحون معانا على سكايب. ازيك يا مريم؟ ألف مليون مبروك. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. احكي لي حكاية المسابقة، أهمية المسابقة دي، وكنت بتتنافسي مع مين؟ هي بصراحة مش أول مرة أشارك في المسابقة دي، أنا كنت شاركت فيها 2020 و2022، ما شاء الله. وبرضه في المرتين الأخرين حصلت عليه على المركز الأول. برافو. بس الحمد لله السنة دي كنت كمني كبرت في السن، فالمسابقة اللي أنا دخلتها السنة دي كانت يعني كمسابقة، هي كانت أقول يعني strict شوية، بمعنى أصعب أشد. ان هما فعلا كانوا بيحسبوا بالنقط بالظبط، كل غلطه بينقصونا فيها نقط. انا الحمد لله انا قعدت اجهز مع مدرسه الغنى بتاعتي في الجامعه، بروفيسور ميشيلا شوستا اسمها، قعدنا نجهز 3 4 شهور مقطوعات تنفع لصوتي تنفع لعمري، والحمد لله دخلت المسابقه. انا بصراحه انا ما كنتش شايفاها مسابقه، عشان انا كل فرصة تجيلي أغني يا إما قدام لجنة يا إما قدام جمهور أنا بعتبرها كفرصة أوري الفن بتاعي وأبسط اللي قاعد قدامي. فأنا كنت فرحانة جدا إن أنا جات لي الفرصة إن أنا أقدر أغني تاني قدام جمهور، والحمد لله قدرت أبسطهم وهم كانوا مستمتعين مستمتعين جدا جدا، والحمد لله حصلت على المركز الأول على فيينا كلها. ما شاء الله. طب ده شيء رائع جدا، مركز اول في فيينا. انا كنت لسه بقول، مش عارف سمعتيني ولا لا، دي النمسا. يعني انا من الناس اللي مؤمنه بانه النمسا دي عاصمه الموسيقى في العالم لاجل كل الانسانيه، دي النمسا فيينا. طب انا لاحظت انك بتقولي في الجامعه، انت هناك بتدرسي في الجامعه يا مريم في النمسا في فيينا؟ بالظبط، انا بدرس في الجامعه الموسيقيه بتاعت فيينا اسمها MDV في فرع الغنى. هي بصراحه هي جامعه كبيره جدا، فيها كل الالات، فيها تمثيل، وانا حاليا بدرس في اولى يعني اولى جامعه هنا. أولى جامعة غنى. طب المسابقة دي كانت غنى بس ولا غنى وعزف؟ هي كانت غنى وعزف على كل الالات، واعمار بقى من 8 سنين ل 22 سنه، أنت كانت الآلة بتاعتك فهم إيه؟ مقسم. الآلة بتاعتك اللي أنت نعم، عزفتي عليها، الآلة الموسيقية اللي أنت عزفتي عليها كانت إيه؟ طبعا صوتي. صوتك بس، لكن أنت ما عزفتيش. انا ما عزفتش السنه دي، لا يعني غنيتي بس، انا شاركت بس مش بصوتي. اتنين يعني، بالظبط، مش غنى وعزف، عشان انا بس لا حتى لا يلتبس عليا الموضوع. انا كنت شاركت 2018 بالعزف، حصلت على المركز الثالث الحمد لله. برافو. بس انا كانت سنه كل تركيزي فعلا في الغنى. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يا رب يوفقك وتاخدي دايما المراكز الاولى في اي مسابقه تعدي فيها، ده اهم حاجه. بعد ما هتخلصي الدراسه بتاعتك في فيينا هتعملي ايه؟ يعني انا ان شاء طبعا الله. طبعا طبعا نفسي ان انا ابقى مغنيه اوبرا عالميه، ان انا طبعا ارفع اسم مصر، ان العالم كله يشوف الأبناء المصرية في الخارج برضو قادرة توصل لإيه، وإن أنا أوصل الفن ده لكل. يعني أنا دايما هدفي إن أنا أبسط الجمهور، أبسط أي حد يشوفني واقفة على المسرح. وطبعا نفسي إن أنا أرجع بلدي، وإن أنا أشارك في حفلات في بلدي، وإن أنا برضو يعني أحاول إن أنا أشرك أطفال أو أشرك كل يعني الناس كل الأعمار إن هم يهتموا بالفن ده أكتر، وإن هم برضو يتبسطوا بالفن قد ما أنا مبسوطة بيه.
والله برافو عليك على اللي انت بتقوليه ده، برافو برافو برافو. طب انا لو طلبت منك انه اسمع شيء من اللي انت غنيتيه وخدتي عليه المركز الاول، ده هيبقى طلب غريب ولا طلب يعني ينفع يتعمل؟ لا طبعا ينفع يتعمل. بجد؟ طب سمعينا بقى أكيد. ارجوكي. أنا هسمع حضرتك أغنية لمندلسون. خالص يعني لو احنا موجودين دلوقتي جوه دار الاوبرا، فليكن يا رب دار الاوبرا المصريه لما ترجع لنا كده ويبقى ليكي حفله كبيره، فهتلاقيني واقف قاعد عمال بسقف وبقول برافو باعلى صوتي. ما شاء الله عليكي، ميرسي لحضرتك. وربنا يا رب يحفظك وتخلصي دراستك دايما على كل خير وتكبري فيها اكتر واكتر، وتبقي مريم طاحون المصريه العالميه وصوتك يملك كل دور الاوبرا والمسارح في العالم كله ان شاء الله. الله شكرا جزيلا يا رب. لحضرتك. انا اللي بشكرك، شكرا جدا يا مريم، كل الشكر ليكي، كل الشكر لصوت جميل جدا مريم طحون، شرفتنا ورفعت راسنا كما جرت العاده.